أعزائي مشاهدي اليوم السادس، أهلا بيكم. طبعا حضراتكم متابعين الأحداث اللي بتحصل اليومين دول بخصوص ابن الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للشؤون المصرية بالخارج. طبعا أتحفنا عمرو أديب الوزيرة نبيلة مكرم طالبها بالاستقالة، وبعدين لما حس إن الكلام هيزعل المصريين في الخارج وهينرفزهم عليه راح قال انا هلم نفسي شويه. قال لها يعني دي نصيحه شخصيه، خدي اجازه مفتوحه لحد ما القضيه تحكم وبالمره عشان خاطر ترتاحي وتبقى عندك يعني وقت احسن تقعدي مع ابنك، وده يعني لمصلحتك الشخصيه، ونشيل الحرج على الدوله. يعني للناس اللي مش متابعه الموضوع ده، رامي فهيم شاب مصري ابن وزيره الهجره متهم في قضية قتل مزدوجة في كاليفورنيا، ودي بتؤدي لأن كاليفورنيا لسه فيها حكم الإعدام ممكن ينفذ بالحقنة القاتلة. طبعا احنا متوقعين من قنوات الإخوان إنها تشمت في الوزيرة وتستغل موقف بطريقة غير إنسانية لأم ثكلة كل تفكيرها دلوقتي في ابنها وإزاي تقف جنبه في المحنة دي، وإنهم بقى يشنوا عليها هجوم غير إنساني غير آدمي، رغم إنها كوزيرة يعني ما لهاش أي ذنب وما غلطتش في عملها مثلا أو عندها أي مشكلة في شغلها تقدر تحاسبها عليها. يعني الأصعب أن الضربة لما تيجي مثلا من الإعلام الوطني المصري زي الأستاذ المبجل عمرو أديب. يعني ما كنتش أتوقع منه أنه خايف قوي على سمعة الحكومة وعايز يزيل عنها الحرج. لا يا عمرو، ما يصحش، يعني ما يصحش كده. المصريين في المهجر بيقولوا لك لا، عندك هنا بقى وزيره الهجره بتاعتنا دي خط احمر، اسمها وسمعتها وخدمتها للمصريين في الخارج سبقاها ل 100 سنه ضوئيه. الكل بيشهد وعارف قد ايه هي شالت عن ناس كتيره مشاكل مرت عليهم. يعني حتى وقت الكوفيد الناس اللي كانوا محبوسين ومش لاقيين علاج كانت بتوصل لهم الدواء لغايه بيتهم. انتم متخيلين كانت بتعمل حاجات غير طبيعيه. كنت فين سعادتك يعني لما ابن وزيره الصحه اتهم في قضيه فساد؟ ما طلعتش وقلت للوزيره استقيلي او ريحي شويه، خدي وقت كده لحد ما الموضوع بتاع القضيه دي والمحكمه تحكم تشوف ايه اللي هيحصل. يعني والد الوزيره ده ما يعني ايه المشكله بتاعته؟ ما خفتش ليه عليها يعني وطلبتها بالاستقاله وقلت لها خدي اجازه مفتوحه يعني لحين انتهاء التحقيق، لحين انتهاء التحقيق عشان تزيل الحرج عند الحكومه والرئاسه اللي محبوسه في المشكله. يا اخي على الاقل الحادث ده وموضوع ابن وزيره الصحه ده جوه مصر في ارض مصريه داخل وزاره الصحه نفسها، يعني القضيه دي داخله جوه فيها متهمه فيها وزيره الصحه نفسها وابن وزيره الصحه موجود فيها، انما القصه دي بتاعت وزيره الهجره ابنها خارج البلاد قضيه هنشرح بعد كده ايه حيثياتها وايه مشكلتها وايه تبعياتها، حاجه خارج نطاق الدوله، ما فيش اي حرج على الدوله فيها ولا على الرئاسه. انهي فيهم بقى اللي فيه حرج اكتر؟ وزاره الصحه وتهمه فساد جوه الوزاره نفسها، ولا قصه انسانيه بحته، خلاف، مشكله، شجار، وريفر بقى ايه المشكله؟ حاجة ملناش دخل بيها احنا خالص. وبعدين انت لو بتستشعر الحرج ما استقلتش انت ليه لما زوجتك الأولى غارت دينها وكان منظرك في الإعلام وانت متضايق يعني، وتخيل بقى ان انت هتورط نفسك وشكلك في الإعلام هيكون عامل ازاي؟ ولا الإخوان لما عملوا لك فيديوهات بتشتم مرة وبتشكو مرة في الرئيس مبارك؟ يعني خلي الطبق مستور، يعني إذا بليتم فاستتروا. المفروض ان انت تلاقي الإخوان بيقطعوا فيها تقف جنبها، ما تعملش نفسك ان انت واقف جنبها وان انت تقول لها خدي اجازه مفتوحه وان انت تستقيلي اريح لك ومخك هيبقى مركز في ايه. انت مالك؟ خليها هي تشوف مشكلتها وهي تحلها. يعني المفروض كلنا نقف جنبها، ده اقل حاجه ممكن نعملها، نشجعها فيها، نقف معاها، هي تاخد القرار اللي هي شايفاه اللي هي تقدر تقوم بيه. وبعدين هي ست معروف انها ست بروفيشنال، ست يعني عندها حرفيه وتقنيه في شغلها رهيبه، هي عارفه تقدر توزن ما بين شغلها وما بين احوالها الشخصيه. مش تقولها استقيلي وخدي اجازه مفتوحه،
رسالة لكل المصريين بالخارج وبالذات اللي تعاملوا مع سعادة الوزيرة السفيرة العزيزة نبيلة مكرم. احنا دلوقتي دورنا نوقف جنبها في محنتها زي ما وقفت جنب كتير مننا في محنتهم وفي الغربة، وزي ما قلت قبل كده هي صاحبة القرار، هي اللي قالت في البيان بتاعها اللي أطلعته على صفحتها على الفيسبوك إنها لحد دلوقتي قادرة تفصل بين ضغوطات العمل وضغوطات الحياة الشخصية. الناس والإعلام وأي حد مش هم اللي هيخلوها تاخد القرار، مش هم اللي عارفين الظروف المحيطة بيها وعارفين مصلحتها فين، هي اللي تقدر تاخد القرار الخاص بيها. عايزة تستقيل، عايزة تاخد أجازة مفتوحة، عايزة تقلل شغلها وتعمل ديليجيشن لناس بتشتغل معاها، ده قرارها هي. إنما هي قالت أنا أقدر أفصل بين شغلي وبين حياتي الشخصية، ويبقى بكده هي قفت الموضوع، وده مش موضوعنا. كل اللي علينا إن إحنا نقدم السبورت بتاعنا ونقدم كل اللي نقدر عليه، ركب منحنية إيدين مرفوعة من أجل أم محتاجة رحمة من ربنا، وعلى الأقل إحنا ارحموها بقى في الفترة اللي جاية. أنتوا كمان ما تنسوش برضو، كلنا عارفين القاعدة القانونية اللي بنقول عليها في مجتمعاتنا، لكن هنا بتتنفذ بحذافيرها، بتقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والإدانة دي هتبقى قريب قوي. إحنا في محاكم النورث أمريكا وفي أمريكا الموضوع ما بيخدش سنين زي عندنا في مصر. 17 يونيو اللي جاري ده ميعاد النطق بالحكم، يعني مسألة أيام ونعرف إيه قرار المحكمة. الصورة دي مثلا النهاردة حطها المخرج النهاردة، شفته مؤتمر مصر تستطيع، واقفة ست مصرية بتتكلم عن مصر تستطيع في الصناعة وبتكرم ناس ليهم دور وفضل على المجتمع المصري. نبيلة مكرم بتجسد بطولة حقيقية لسيدة مصرية مخلصة لشغلها والبلدها. لازم الأزمة الصعبة اللي هي فيها دي واللي كلنا ممكن نقع فيها وكلنا ممكن نمر بيها، يعني في كام يعني مشاكل ممكن تمر بيها أي واحد ممكن يمر بيها، لكن هي كانت واضحة وبتشتغل بأداء وبتأدي واجبها. مش عايز أقول مرأة حدية، مرأة مصرية بحق الكلمة. يعني خلي بالكم إنه رامي ده شاب مصري برضو، راجل عايش في الهجرة في مهجر. يعني أنتوا عارفين أيام اللوك داون نورث أمريكا كانت واخدة الموضوع بجد، وكندا إحنا شفنا قد إيه إحنا تعذبنا في اللوك داون، إن ما كناش نقدر نطلع برا نجيب حاجة، وكان في غرامات بتتاخد لو حد خرج. فأنتوا لازم تقدروا إنه الراجل ده كان، إحنا ما بنتكلمش عنه، وده مش قرارنا، ده قرار محكمة ملناش دخل فيه. هو إنسان معروف إنه هو لو حد راجع التويتات اللي كان بيكتبها واضح إنه هو إنسان وحيد، واضح إنه هو تعرض للتنمر. اللي بيتابع فيديوهاته أو تويتاته يقدر يشوف ويستنبط ببساطة جدا إنه كانوا بيعاني من بعض الأمراض النفسية المركبة زي الاكتئاب أو الانفصال في الشخصية. وانتوا عارفين الكوفيد أثر على ناس كتير قوي نفسيا، وهو كان بيعاني من انهيار نفسي وعصبي، ومامته راحت له، والدته راحت له أكتر مرة، قعدت معاه فترات، والده بالتتابع راح قعد معاه فترات، هو قعد في مكان علاج صحي عشان يعدي الأزمة اللي هو مر بيها بعد الكوفيد. إنما العدالة لازم تاخد مجراها، والحكم في المحكمة كلنا ننتظر حكم المحكمة. دي قضية داخلية داخل الحكومة في كاليفورنيا، داخل المحكمة في كاليفورنيا، ده مش قرار أي حد. وطبعا احنا كلنا بننعي ومتضايقين للي حصل للأهالي، الأسر، الناس اللي تضررت بالحدث ده، ونتيجته أو نتيجة المشاجرة دي أدت لقتل 2. احنا كلنا قلوبنا مع أهالي الأسر بتوع الناس اللي اتقتلوا، وكلنا برضو يعني ما عندناش أي فكر مختلف عن أن العدل لازم ياخد حقه، وأنه كل واحد هنا ليه دوره، وكل واحد مسؤول عن قراراته وعن حياته الشخصية. عشان خاطر كده خلونا نتكلم مع الناس اللي تعاملت مع
سيادة الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم لو كان في فرصة نشوف الدكتور هاني توفيلس لو كان معانا على الخط، لو في فرصة، لو ما كانش نحاول نتصل بيه لحد ما يخش معانا على الخط. خليكم معانا نشوف الفترة اللي جاية هيكون فيه ايه. بفكركم انه الدكتور هاني اهو توفيلس معانا. دكتور هاني اهلا بيك. يا مجد ازيك؟ احنا عارفين ان انت ليك يعني باع طويل في مجال العمل العام جوه كندا من خلال خدمتك وتقديمك لمساعدات كتيرة قوي للمصريين اللي موجودين في كندا. كلمنا اكتر عن رأيك ورد فعلك عن الأحداث اللي حصلت والضغط الشديد على وزيرة الهجرة نبيلة مكرم. طبعا يا مجد انت عارف ان اي بني آدم بيدخل جوه السلك السياسي بيعرض نفسه ان هو ما عندوش اي حاجة اسمها خصوصيات او private life، واي حد ممكن يكون يعرف عنه اي حاجة او يتكلم عنه في اي موضوع. فأي بني آدم بيشتغل في السياسة عارف إن أي حد ممكن يتعرض لحياته الشخصية بشكل صحيح أو غير صحيح، وبعد كده يبقى في فرصة للدفاع عن النفس أو لا. طبعاً اللي حصل للوزيرة نبيلة مكرم إنها كبني آدم عادية جداً، شخصية مصرية ممتازة مشرفة جداً لكل الشعب المصري، مثلت مصر في كذا حتة قبل كده، يعني أول ما دخلت في السلك الدبلوماسي قبل ما تخش في السلك السياسي كانت في سفارتنا في البرازيل، وبعدين راحت واشنطن، ومن واشنطن كانت في الإمارات، وكان شغلها ممتاز جدا في الشغل الدبلوماسي، وبعدين نقلت للشغل السياسي لما تعينت وزيرة للهجرة. شهادة يعرفها كل المصريين عن الوزيرة نبيلة مكرم إنها لما مسكت وزارة الهجرة، وزارة الهجرة من الوزارات الصغيرة في التركيبة بتاعة الوزارات المصرية، البادجت بتاعها ما هوش كبير، إنما بالبادجت الصغير ده هي وصلت لكل مصري موجود خارج مصر، وكانت واقفة مع كل واحد أو في كل مشكلة فيها مصري موجود فيها بره مصر، كانت متواجدة، وإن حتى بتسافر للبلاد اللي فيها المشاكل وتحل المشاكل بتاعة المصريين المقيمين بالخارج إذا كانوا مهاجرين أو عاملين. إحنا طبعاً لاحظنا دي حتى هنا ما عندنا في كندا. هي زارت كندا حوالي مرتين ثلاثة، وفي ثلاث مرات اتخطت بالجالية كلها عموماً، وكان في ميتينجز كبيرة بينهم، والشغل اللي بتعمله يعني يشهد لها بقد ايه هي مخلصه في عملها، قد ايه هي بتقدر تفرق في وقت الشغل عن وقت البيت، ومحدش المفروض انه يتطرق لاي شيء يمس عائلتها، لان احنا كلنا ممكن عائلاتنا يحصل فيها حاجات زي كده، ودي حاجه هي has no control عليها. تمام، انا بشكرك جدا على تعليقك عليها، بس تقول ايه للي يعني بيستخدم يعني مثلا عمرو اديب بيقول لها استقيلي، الاخوان طبعا بيقطعوا زي ما بيقولوا كده في فروتها بالمصري. هو طبعا برضو زي ما قلت لك في شغل السياسه زي ما حياتك الشخصيه ما هي الشخصيه انيمور، انت بتتعرض للاتاك من الناس دي كلها بصوره صحيحة أو غير صحيحة. طبعا أنها تستقيل أو لا تستقيل ده قرارها هي شخصيا، محدش يقدر يقول لها في حاجة. مدام ما أثرتش في عملها كوزيرة من يوم ما الخبر ده طلع أو من قبل ما يطلع، يعني إحنا عارفين لما الخبر طلع في تقريبا آخر شهر مايو بالظبط، وإن الحادثة اللي حصلت لابنها أو الموضوع اللي ابنها انفولف فيه ده من حوالي النص الثاني من شهر أبريل. مظبوط. فمن أبريل لمايو الست ما عادتش في البيت، وراحت شافت ابنها وجريت وراه، وخلق يعني كانت بتمارس شغلها كوزيرة بكل الأمانة
للمنصب اللي هي اتحطت فيه. ولو ان ده من حقها يعني، هي من حقها انها تاخد اجازه وتروح وتشوف ابنها يعني، بس هي حتى ما عملتش حقها يعني. انت لو ابنك كده او ابني كده، انا برضو لازم هجري واشوف ازاي اقدر اساعد ابني في الطريقه اللي اقدر اشوفها صح. انما هي ما عملتش كده لان عندها في ريسبونسبيلتيز في شغلها في الوزاره، ما سابتش الشغل بتاعها علشان تجري تشوف حاله عيلتها، وده من حقها ان هي تعمله. دكتور هاني توفيلس، انا بشكرك، شاهد عيان على عنده يعني باع طويل في مجال العمل العام جوه كندا، وتلامس وتعامل بكتير في مواقف ومشاهد كتيرة قوي، ويشهد على إخلاص هذه الوزيرة وحب الناس ليها اللي يعني طلع في دعاء وصلاة وتمجيد وطلب رحمة ليها وحل لمشكلتها الأسرية اللي هي بتمر بيها. دكتور هاني توفيلس، أنا بشكرك، أنا عارف وقتك وأنا شايفك في العربية، وأنا عارف أن أنت معطل نفسك عشان تطلع معايا، وانا بشكرك لان انا اديتك شورت نوتس، لان كل ده طبعا انت عارف الموضوع ده جه كله فجاه اليومين اللي فاتوا دول. بشكرك دكتور هاني توفيق، شكرا. مع السلامه. زي ما انتم شفتم تعليق من ضمن ناس قريبين منها. كمان معانا ميراندا جرجس. ميراندا جرجس سكوير 7 ليها عمل كبير قوي. طيب هناخد هقول لكم على حاجه دلوقتي. انا بفكركم على ما تيجي لنا المكالمه بتاعت ميراندا، بفكركم انه بكره في انتخابات حكومه اونتاريو 2/6، النهارده 1/6، بفكركم بكره انتخابات حكومه اونتاريو. عندنا طبعا مرشح مصري وهو الاستاذ البروفيسور شريف سرعاوي، غني طبعا عن التعريف، كلنا مرينا معاه بمواقف كتيرة، وقف جنب ناس كتيرة في منطقة مسيساجا إيرين ميلز. وطبعا انتوا عارفين انه الفترة اللي جاية دي في الانتخابات مرحلة مهمة جدا، لان احنا بعد الكوفيد كلنا عندنا طلبات وكلنا عندنا مشاكل، فمحتاجين كل الدعم للناس دول. في معانا كمان واحدة معروفة جدا وصديقة لليوم السادس برضو، السيدة نينا تانجري، هي برضو مرشحة عن منطقة ستريتزفيل، ويريد برضو تدوها الدعم لأن هي برضو ليها خدمة كتير قوي للكوميونتي بتاعتنا، وبتساهم مع كل الناس دايما على الأرض، بتتفاعل معاهم وبتحاول تحل كل مشاكل الناس. اخترت ده أو ده أو ده أو ده، أنت صاحب الاختيار أو أنت صاحبة الاختيار، يريد تختاروا اللي يناسب الناس. المرة دي ما بقاش في لا ده أصلا أنا أعرفه كويس، لا دور على اللي هيقدر يضغط على السيتيز مثلا عشان يخلصوا تصريح البنى اللي واقفة ومركونة، عشان إحنا عكس مصر، مصر عندها فائض في الانفنتوري بتاع الريل استيت، إحنا بنعاني من نقص شديد في الوحدات السكنية عشان نغطي الطلب المتزايد اللي في كندا، واللي بيؤدي طبعا إلى رفع الأسعار. وزي ما انتم شايفين أهو النهاردة في زيادة تاني في الانترست ريت، ومقاطعة أونتاريو بالذات ما فيهاش كمية انفنتوري أو وحدات سكنية جاهزة للإيجار أو للبيع. فإحنا شايفين أن الكونزيرفاتيف ممكن يكون ليهم أو في إيديهم مفاتيح كتيرة، ممكن تكون تتفق معايا، ممكن تشوف حد تاني. اللي أنت شايفه انزل شوف حد يحلنا أزمة السكن اللي بقت دلوقتي مشكلة وحديث لكل بيت، حد يتحكم في الانفليشن ريت اللي بيحصل دلوقتي. فكركم عدد انتخابات 2/6 بكرة ان شاء الله، ياريت كل واحد فيكم ليه حق الانتخاب يكون ليه دور في الموضوع ده. فاصل ونرجع لكم ونشوف ايه الفقرات اللي جاية في حلقة النهاردة.
بفكركم أعزائي مشاهدي اليوم السادس أنه عندنا معرض جديد من نوعه. دايما لما بنتكلم عن الريل استيت بنتكلم على الريل استيت في كندا، لكن المرة دي ده معرض فيه حوالي 12 ديفلوبر ممتازين جدا مختارين بعناية عشان يجوا يعرضوا المنتج المصري من قطاع العقارات المصرية أو من الريل استيت للمستثمر الكندي. وده هيكون موجود في العناوين اللي موجودة على الشاشة، والمواعيد هي هتبقى يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الحد. لو نطلع فوق سنة هوريكم بالضبط المواعيد امتى. المواعيد 4 5 6 يونيو من 10 صباحا لحد 9 مساء، ده يوم السبت والحد، ويوم الاثنين من 9 صباحا وحتى الواحدة ظهرا. فيه هتلاقوا دعاية موجودة على كل السوشيال ميديا، تلاقوها في يعني لو فتحت الايميل هتلاقيها، فتحت الفيسبوك هتلاقيها، فتحت اليوتيوب هتلاقيها، فتحت اي سوشيال ميديا هتلاقيها. معايا حد على التليفون؟ طب ثواني ناخد التليفون ونقول الو. الو الو، معلش سوري انا تليفوني بس كان خلص صوت. ميراندا اهلا بيكي. هاي ماكس، ايه الاخبار؟ احنا اتصلنا بيكي، عرفنا ان انت قايله لنا التليفون بتاعك كان هيقطع لقينا مقفول، فحبيت انا بقى اقوم بدورك واعلن عن الايفنت. ميراندا، قبل ما نخش في الايفنت كلمينا عن الوزيرة نبيلة مكرم ورد فعلك في الاحداث اللي حصلت. بص، هي يعني كأي ام في الدنيا طبعا ربنا معاها وربنا يكون في عونها. This is the only thing I can say about her. We have ان احنا to pray for her وانه ربنا يقف معاها ويقويها، وانه حاجه بيرسونال في حياتها. يعني ربنا ما يدخلش حد في تجربه زي دي ابدا. و it's very hard اكيد على اي ام ان هي تبقى محطوطه في موقف زي ده. تمام، احنا عارفين ان انت جايبه الفريق بتاعك كله من مصر، سكوير 7 ايجيبت، ومجهزين ايفنت كلمينا عنه. هو ان شاء الله يوم الجمعة والسبت والحد اللي جاي، مظبوط؟ لا، السبت والحد والاثنين. السبت والحد والاثنين؟ بالظبط. اوكي، السبت والحد 4 5 6 بالظبط. هيبقى في ذا اكزيبيشن بليس في تورونتو داون تاون في بنفيلد سنتر. واللي ما يعرفش الاكزيبيشن بليس ده اللي هو قدام اونتاريو بليس، اللي هو زي كده قاعة المعارض بتاعت مصر. اتس على الليك فرونت 100 برنسس. المعرض هيبقى السبت والحد من الساعة 9 ل 9 بالليل، ويوم الاثنين من 10 ل 1. هو احنا عندنا مواعيد من 10 ل 9 يوم السبت والحد، ويوم الاثنين من 9 ل 1. بالظبط كده. تمام. بالنسبة للناس اللي حابة تشوف المعرض، هل في خطوات مفروض يعملوها ولا يجوا على طول؟ بص، just they need to go to register at egyptliving.ca. registration is for free. بس ده بيدخلوا الايميل ورقم التليفون، لانه عندنا الديفلوبر طالبين المعلومات بتاعه الناس، وفي نفس الوقت عندنا شويه يعني مفاجآت كده. وي مايت كونكت مع الناس اللي هتعمل ريجستريشن. واني واي لو ما حدش عمل ريجستريشن قبل ما يجي، هيبقى في حد واقف على الباب وبيعمل له الريجستريشن دي. ف this is the only request that we're asking to register at egyptliving.ca. وهيقدروا whoever can يعني هيدخل هيشوف مين المطورين اللي جايين. احنا عندنا 10 مطورين جايين في Egypt Living، جايين من مصر. هم ركبوا الطياره خلاص، لان احنا كنا بنتكلم معاهم من شويه، كانوا خلاص في الطياره هيوصلوا بكره، وان شاء الله يعني هيبقوا في المكتب عندنا بكره وبعده، وبعد كده سبت وحد واثنين في الاكزبيشن، وبعد كده هيقعدوا ثلاث واربع وخميس في كامل. طيب هاي طيب ايه، انا شايف انه الترتيبات الاخيره، انا شايف الاحداث متتاليه جدا، وفي اعلانات في كل حته، وفي لاست مينت تشينجز، وفي يعني ستريس رهيب انتوا في كفريق العمل. قول لنا ايه اللي بيدور في الكواليس ترتيبات لهذا المعرض اللي هو يعني طبيعي زي اي معرض بيحصل. يعني لاست مينت اكتيفيتي كده هتحصل لاست مينت، حتى لو انت موظف لها بقالك
شهور وسنين still last minute is last minute بيحصل. يعني كان عندنا incident دلوقتي حد طالع في مصر على الطيارة وهو he is carrying a UK passport وما عرفش يطلع لأنه اتضح أنه UK passport لازم ياخده يخش online على كندا website ياخده فيزا online فيزا بتجيلهم في خلال 24 ساعة. فدي مثلا incident nobody knows about. حد تاني هو بيعمل arrive can لأن هو واخد الفاكسين بتاع روسيا which is مش معترف بيه في كندا فما عرفتش تطلع الطيارة even though هي خلاص كانت في المطار. Yeah. في شوية incident كده آخرانية. آخر incidents برضو another developer يعني he would love إن هو to join وهم موجودين هنا already ف it's last minute cornerstone قرر إن هو يندم للديفلوبرز اللي هيبقوا معانا ف he is coming in فبتغير بقى بتزود زفت وبتعمل لوجوز وبتعمل بوس وبتعمل ادفرتايزنج وماركتنج فور ذا لاست مينيت وده شيء اي ثينك طبيعي في اي معرض بس طبعا يعني معانا فريق فريق جامد وبيشتغل بنشتغل ليل ونهار بجد يعني ذاتس ترو عشان الحاجه هتطلع زي ما هي هتطلع ان شاء الله. We went different little bit عن المعتاد للمصريين. إحنا عشان المعرض بتاعنا we are catering كمان الكنديين والأجانب. ف we went into 680 news و 640 news و واللي سمع الأخبار الأسبوعين اللي فاتوا هيقدر يسمع لأنه في جملة أول مرة 680 news أول مرة يتقال فيها إعلان بالعربي كانت الله على جمالك يا مصر وناس كتير قوي they sent us compliment إنه كانوا بيسمعوا عادي وبعدين إيه ده هو فعلا إعلان عن مصر بعد شوية إيه ده ألو لا معاكي أنت بس حاجة حصلت في التليفون تفضل okay. ده فعلا إعلان عن مصر وبعدين سمعوا كلمة بالعربي فوقفوا بالعربية على الهايوي وthey text me اللي هو ميرا الإعلان بتاع Egypt Living في 680 news إحنا لسه سمعينه إيه ده it's something really impressed إنه نسمع إعلان عن مصر وعن properties بتاعت مصر هنا في راديو كندي دي أول حاجة تحصل 680 news نفسهم روجرز بعتوا compliment على الـ على الـ على الإعلان لدرجة إن هم زودوا لنا slot في الراديو طبعا أنت أكيد عارف لما بتعمل slot في الراديو بتبقى عاملة إزاي فزودوا لنا slot في الراديو علشان من كتر الكومنتس اللي جت لهم على الإعلان على الإعلان ده. في ناس كتير قوي مصريين عايزين يجوا المعرض مش بس عشان يتفرجوا على المعروض بس هم كمان عندهم يونتس في مصر عايزين يبيعوها بيدوروا على حد متخصص يعمل ليستنج زي هنا ما بنعمل ليستنج على ام ال اس مثلا. انا عارف ان سكوير 7 ليه دور كبير في الموضوع ده وانا اتوقع انه كميه الناس اللي جايه عشان تبيع وحداتها من خلالكم ممكن تكون اكتر من الناس اللي جايه عشان تشتري. تعليق غير على انا بقوله ده احنا طبعا we are يعني احنا عملنا Egypt Living as an exhibition for developer for a pre-construction sale بس ده ما يمنعش ان احنا as a brokerage في مصر وفي كندا ان احنا we can carry the resale sector يعني زي كندا بالضبط زي ما انت بتقول انه ال MLS system وان انت تقدر تعرض unit احنا actually we are creating an MLS system في مصر دلوقتي ويعني واخد وقت مننا شوية لانه طبعا انت عارف في صعوبات كتيرة قوي بس we are creating an MLS system بحيث انه كل الناس اللي عايزة تبيع حاجتها وهم مش موجودين هناك انه مصر لسه ما فيهاش قوي النوليدج بتاعت الريلتر وتمضي معاهم listing agreement و MLS agreement فاحنا we are creating الحاجات دي. طبعا مصر النهاردة it's the network يعني لو انا النهاردة عندي جات لي شقة في مصر الجديدة عايز تتباع اوكي بضطر ان انا استنى ان حد يطلب مني شقه في مصر الجديده ان يشتريها لكن لو انا عندي سيستم موجود وسيستم اوريدي واضح هتبقى الموضوع اسهل بكتير. ف this is what we are trying to create يعني ان شاء الله in the next few months هتشوفوه. طبعا انت اكيد متوقعه ان في ناس كتير قوي will criticize you في الخطوه الايجابيه اللي انت بتاخديها ودايما الناس اللي بتبتدي بافكار جديده دايما بتلاقي ردود افعال كويسه وردود افعال مش لذيذه يعني. واحدة منهم انه كتير قوي من الريل استيت كلموني بيسألوا يعني احنا ناقصين ما الماركت دلوقتي بقى السوق الكندي ابتدت سلو داون وان الكاش فلو في تشالنجز نتيجة ان الناس دلوقتي الانترستيت النهارده. الو سامعني؟
ايوه لا معلش قطعت، يو بلاكت اوت. قول تاني. اوكي بقول تاني. ناس كتير قوي من الريل استيت الكنديين بيسالوا وبيقولوا يعني ده وقته، احنا دلوقتي الماركت ابتدى يسلو داون في كندا، والريل استيت في كندا الكاش فلو بتاع الناس ابتدى يتاثر نتيجه الضغوطات اللي هم مروا بيها بعد الكوفيد، ودلوقتي الحكومه والبنك بيرفع الانترست ريت زي ما انت سامعه وعارفه طبعا الابديتس النهارده وامبارح. فيعني جايين انتوا تاخدوا الناس يحطوا فلوسهم في مصر، يعني ليه بتعملوا فينا كده؟ ايه رايك؟ هو ده وقت لانه هو اتس اوبوزيت اكزاكتلي، لانه النهارده بقى صعب ان انت تعمل انفستمنت في كندا. في ريستريكشن حصلت على البري كونستراكشن، يعني من اول مايو حطوا ان انت لو عندك اساينمنت سيل هتدفع الاتش اس تي ريجاردلس، انت هتستخدمها، انت كنت واخدها بنيه ان انت هتسكن فيها اولادك، انت هتسكن فيها از لونج ان حصل اساينمنت سيل فهيحصل اتش اس تي. الانترست ريت هنا عالي زي ما انت بتقول، الدولار فاليو النهارده بقى عندي 25% اكسترا في الدولار فاليو لما حصل تعويم بالجنيه، فانا الدولار بتاعي النهارده الكندي بيقدر يشتري في مصر حاجه اكبر شويه. فاللي حصل هنا في كندا اكتشلي والحاجه الثانيه اكيد انت بتسمع زي ما كلنا بنسمع، ناس كتيره راجعه مصر اليومين دول، ناس كتيره نازله مصر، ناس كتيره بتودي ولادها الجامعات في مصر. الاستابيليتي بتاعت الايكونومي المصري، الاستابيليتي بتاعت الريل استيت المصري، الاوبننج بتاع الانفستمنت في مصر، الاوبننج بتاع المدن الجديده، الاوبننج بتاع العاصمه الاداريه، التجمع، في بقى السيوت الجديده، في اسكندريه الجديده، يعني في حتت كتيره قوي جديده فتحت في مصر بقت مخليه الناس تانكرج ده ان هم يرجعوا تاني، لانه بقت اللايف ستايل بقى مختلف شويه، جيتد كوميونتي اكتر، بقيت تشوف شويه زي ما انت شايف هنا في كندا. فهو اكشلي ده الوقت. بلس لو انت جالك ديفلوبر وجاي بيقول لك انا ممكن اديك النهارده وتقسط على 5-7 سنين 9 سنين كمان من غير فايده، او لو هتدفع لي كاش فاليو النهارده انا هديك ديسكاونت بنسبه معينه. فالحاجات دي كلها اتس انكوراجينج بيبل اكتر ان هم يشتروا في مصر، مش نوت ديسكوراجينج ذم، اتس انكوراجينج ذم. المطورين اللي جايين كمان جايين بسبيشال انفنتوري، يعني عارف طبعا انت فاهم احنا نفس اللانجوج. سبيشال انفنتوري معناه انه مش نازله السوق، يعني لو انت رحت لنفس المطور ده حاجات مخصصه للسوق الكندي مش ممكن يلاقوها في اي بلد تانية او جوه مصر. افندم لا معلش ممكن تقول تاني؟ انت بتقولي حاجات مخصصه للسوق الكندي، يعني اليونتس اللي موجوده مش معروضه للبيع في اي مكان تاني؟ لا يعني لو راحوا للمطور ده وخبطوا على الباب بتاعه وسالوه على اليونت دي مش هيلاقوها موجوده. اليونت دي مخصصه للكندي، مثلا سبيشال انفنتوري بالظبط جاي لنا هنا للسوق الكندي، ودي حاجه يمكن لغايه امبارح احنا لسه وي ار ديلينج مع الديفلوبر في مصر على سبيشال انفنتوري، لانه مش كل يعني اورا مثلا ذاتس ان اكزامبل ساويرس اورا في سيلفر ساند نازله في الساحل الشمالي. اوكي سيلفر ساند دي ما بتطرحش في السوق، ما حدش بيعرف عنها حاجه، ف we have special unit فيها للبيع، او طبعا first come first serve، واللي عايز يجي لازم يجي ويبقى محضر نفسه زي ما احنا هنا في كندا متعودين. انت النهارده لما بتيجي بتروح تشتري pre development انت بتبقى محضر certified check باسم developer وبتروح تديه له عشان اليونت. وبنعمل كمان pre assignment، يعني pre حجز، اللي هو انت بتشوف اليونت طب اوكي بناخد الاي او اي ونشوف ايه عليها ايه أخبار ونجح. فالديفلوبرز جايين بسبيشال أوفرز بسبيشال بلان فور بايمنت لينا ككنديين، بسبيشال انفنتوري لينا ككنديين. فهم كمان بالنسبة لهم it's a virgin country، هم they have never been in North America قبل كده. فلما حد يبقى زي ما بس هنا speaking of virgin country اللي أنا فاهمه إن أنت بس مش بالتارجت المصريين او العرب المقيمين في كندا، انتوا كمان بالتارجت الكنديين، بدليل ان انتوا بتروحوا ل 680 نيوز وبتكلموا على القنوات الكنديه وعاملين المكان أجانب. جوه لا طبعا احنا بنتارجت اجانب بالذات للريتايرمنت هوم او للبحر الاحمر، لان البحر الاحمر انت عارف طبعا اغلبها اتس سولد في يوروب، ففي يوروبيين كتير هناك. فالنهارده لما يبقى في كمان كنديان انترستد في البحر الاحمر، وبالذات ان احنا بنعمل property management approach، يعني احنا الابروتش بتاعنا في square 7 is not only ان انا ببيع لك property وبسيبها لك. عارف طبعا فكرة الـ snowbirds اللي بينزلوا فلوريدا في الشتاء ويرجعوا تاني في الصيف.
فنفس الفكره انا بحاول to apply it في مصر, انه if you have a property and we can do property management ليك, انزل مصر في الشتاء, اهرب من الجو بتاع كندا واهرب من البرد بتاع هنا, انزل اقعد في البحر الاحمر على الجو, it's warm actually the whole year, بس انزل اهرب من التلج ومن البرد وانزل اقعد هناك, and the rest of the year we can do a property management for you, it will gonna be income generation asset leak, فانت كمان مش واخدها وقفلها وسايبها, no we are gonna rent it for you, we're gonna do an income generation asset leak وهتجيب لك فلوس. ميراندا جرجس, انا بشكرك جدا على مداخلتك النهاردة وتعليقك على اللي حصل للوزيرة الصحة, وزيرة الهجرة سوري, وبشكرك جدا تاني على تعليقك على الإيفنت Egypt Living. إن شاء الله نكون كلنا معاكي موجودين يوم السبت والحد والاثنين 4 و5 و6 في جون. Thank you much. ألف شكر ليك. أعزائي مشاهدي اليوم السادس, يا رب تكونوا انبسطتوا معنا وقضيتوا معنا أمسية ظريفة, واللي كانوا متابعينا من مصر أو من دبي يوم جميل ويوم حلو, وتصبحوا على خير في مصر وصباح الخير, وتصبحوا على خير في كندا وصباح الخير في مصر.